فيبن سيسي لطفي بن سيسي. سيدي اليوم باش نعملوا شوية تاريخ مش تلفزي راديوفوني، على خاطر رمضان كان مبني على الراديو. قبل ما تجي التلفزة التونسية كانت الناس تسمع الراديو. قبل ما يدخل رمضان العباد عندهم حاجتين لازمهم يكونوا حاضرين. الفياقة، كانوا برشا حوانت في تونس يبيعوا الناقل، دونك لازمك تشري فياقة على خاطر السحور ما عندكش الحق تغلط وما تفيقش للسحور. الفياقة اللي تعمل تك 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 كي ما تخلي حد يرقد، هكا توا التليفون ولا يعوض في كل شيء، ما عادش يشري حتى حد فياق. وكان الراديو معناها قبل ما يدخل رمضان لازم يكون عندك راديو يخدم لعب. لا اللي يتشد توا بين الراديو والتلفزة، كان قبل المغرب يذن شوية دعاء ومن بعد يجي كان الحاج كلوف. الحاج كلوف شنو هي؟ سيت كوم، معناها سلسلة هزلية. راجل كبير هذا الحاج كلوف يتدخل في كل شيء، ضامرة سهلة، عرفت فيك سهل الممتنع، الناس الكل تسمع. دو توت فاسون الناس ينافي با لو شوار، وقتها عندك راديو برك ما تكسرش مخك، يا تسمع يا ما تسمعش. مش كيما توا معناها 10 تلفز وهذا تفرج في هذا والاخر تفرج في الاخر، لا 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 لا، هذاك هو كولو لا طير قرنك شوا برك به. القوة نتاع حاج كلوف انه العباد يلزمها تسمعوا من الاول، فما راهو اللي ما يهضموش من الاول وفما، اما من بعد اما الناس الكل تسمع، الناس الكل تسمع حاج كلوف. بعد حاج كلوف جات سلسلة اسمها شناب، شناب زاد كيف كيف سلسلة هزلية. هذايا عز الدين بريك الله يرحمه كل يوم يخدم خدمة ويبربز ويخرج، كل يوم يخدم 30 يوم في رمضان، كل يوم يخدم خدمة ويطردوه ويصبح بطال يعاود يخدم يصبح بطال. ومن بعد جات التلفزه، كي جات التلفزه قدك قدك هات باش نرجع لها هذيك. كي جات التلفزه جات امي تراكي، امي تراكي ناس مليح كيف كيف وقتها يا في با لو شوا، معناها تتفرج كيف في امي تراكي، لا فما تلفز لا فما قنوات لا ساتيليت، امي تراكي ناس مليح كيف كيف سيت كوم في السهل الممتنع، ثلاثه ولا اربعه عيل، زهره فايزه الله يرحمها، محمد بن علي الله يرحمه، وامور سهله نتاع عائله، تاكسي وشريو قفه نتاع اندر شنو، امور سهله. انا ما عنديش ما عنديش حنين، معناها ماهوش حنين. انا شنو اللي يعجبني في البريود هذيك كونه البرودوي هذاك جاء في وقته، معناها جاء في بريود كانت حامله على تحسين الهندام، تلقى تحسين الهندام فيك المسلسل ذاك، جات حاملة على مقاومة التبذير تلقى مقاومة التبذير، معناها السيت كوم ولا العمل هذاك ولو هو متواضع وسهل وكل شيء، أما جاء في وقته يخدم في خدمة في وقته. اليوم كان تعاود أمي تركي ناس مليح، أنا أقول لك زايد على خاطر ما عادش في وقتها، معناها ما ولا حاج كلوف ما عادش في وقته. شنو هي القوة نتاعهم هذوما؟ كونهم أعمال توانسة، وأعمال وقت اللي تقول لي أنت عمل تونسي شو نقول لك؟ على خاطر توا شو يعملوا في التلفز؟ ياخذوا من الشارع ويحطوا في التلفزة. ياخذوا من الشارع ويحطوا في الراديو. فك الوقت هذاك كانت العباد تاخذ من الراديو وتمشي للشارع. مثلا تاخذ الريبليك بتاع شو اسمه هذاك الشناب، اوتك 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 اوتك، وطلع بها هو. ولو في الشارع اللي يقول لك حاجة يقول لك اوتك 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 اوتك، وإلا يقول لك شبيك أنت وليت لي حاجة كلوفة. على خاطر هو خذاها من الراديو ولا من التلفزه وحطها للشارع، معناها التلفزه عندها بوفوار على الشارع، مش الشارع عنده بوفوار على التلفزه. الخطر وقت يولي الشارع عنده بوفوار على العمل الدرامي، معناها تولي تهز بالشارع اش قالوا هكا موجود هذاك واقعي. احنا ما هزيناش من الشارع، احنا هزين توا من مواقع التواصل الاجتماعي ونحطوا كيف كيف، هذاك هو الشارع توا الشارع الرقمي معنا، شارع شارع الرقمي الافتراضي الافتراضي. تقول لي انت راي هذه المدرسه الواقعيه الايطاليه، اجي نحكي لك على المدرسه الواقعيه الايطاليه. ما نجموش نقارنوا، اون كومباري لان كومبارابل. المدرسه الواقعيه الايطاليه بدات عام 59 بفيلم اسمه الفولور دي بيسيكليت. كي تشوفوا الفيلم شيء ما فيه، معناها الفيلم واقعي شيء ما فيه. واحد دبر خدمه قالوا له باش تخدم يلزمك بسكليت، باعت مرته حوايجها وشرت له بسكليت باش ينجم يخدم، ثلاث ايام خدمه سرقوا له البسكليت. هذا هو الفيلم،
لكن تفرج لي انت فيك الفيلم. اي ما من اون فكومباري لون كومبارابل مانيش نحطوها في المدرسه. اش فيه؟ فيه حكايه، فيه بيرفورمانس داكتور، فيه ميساج معناها، ما فيه اما توا الوقت اللي نجي نعمل لك الويش نعمل لك في مسلسل. تعرف قبل ما انا ما تقدم مسلسل يجبك تعمل سكون ابيلي نوت دانتونسيون. علاش عملته انا هالمسلسل هذا؟ الهدف، الهدف نتاع هالمسلسل هذا انا ناكد لك اللي اشتر المسلسلات ما فيهمش هدف. اون توكا باقي عندي فكره راي معناها بين ظفرين نقولوا انه كل فتره وليها اعمالها الدراميه، وكل فتره زاد في اعمالها الدراميه والاعمالها المنوعاتيه والتلفزيه راهي تعرضت للنقد الشديد من النقاد ومن النخبه ومن العامه ومن الناس الكل. من الامثله اللي حكاوهم لي وقت اللي دخلت صغير، انا ما خلطتش على طنبكهم هذوما، حكاوا لي اللي تعرضوا لنقد جارح معناها المبدعين هذوما. نجيب الخطاب الله يرحمه لو كان يقرا اللي تكتب عليه بعد وفاته لا يصدق ما وصل تعمل فيه غيره معناها، فهمت؟ اما هذو بيقعدوا في الذاكره. هذا الفرق بين عبد عمل حاجه وخلق الديسكسيون، خلق معناها النقاش وقعد في التاريخ. فما فرق بين عبد جاء عدى موسم كلاش رمبط وراوح على روحه. لكن العمل الفني يتقيم بدرجه الخلود. اي نشوفوا فيما بعد هل يخلدوا التاريخ ولا لا. يا اعطيني البوك بوك المحترم. البوك بوك حشيشه رمضان ضربته ولا ما ضربته؟ ضربته مسكين. البوك بوك وزاره التجاره قالت لك جميع المواد متوفره في الاسواق. البوك بوك قال لك بالصباح وانا ندور ما لقيتش فلوس. عنده حق، لانه البارح الفرجه اكثر من الشريان. مش قادر المواطن، السوق معبيه، ناس تتفرج واكثر من الشريان. يمكن الاماكن اللي يفاد فيها السلعه في بعض الاماكن هي الاسواق لطفي من المنتج الى المستهلك. ماضي ساعه تقريبا والله في الساحل التونسي ما عادش فما حتى شيء في السوق هذيك من المنتج الى المستهلك، لانه كان تحس بها التونسي رخيصه مقارنه مع الاسواق. زي شهر الغلاء. كل مواد متوفرة شهر التوبة. ولكن ولكن وزارة التجارة نقولوا لها راهو الأسعار قلت لنا عليهم مش موجودين في السوق. مش موجودين. تو تحكي على دراما حاتم بربي باش نختم. أنا نتصور دراما تحكي على غلاء المعيشة تنجح، تعرفش علاش؟ خاطر الغيبون وزاتونت تاع العباد. هل هي دور الدراما باش تحل مشاكل العباد وتعدي لي ميساج بوان دانتيروغاسيون نعاود نطرحو، والا لا عنده المبدع انه جانب من الفيكسيون يمشي للقراءه الثانيه والثالثه والاستشراف معناها دور الدراما باش تكون في حياه المشاهد. هي قريبه من حياته ولكن هل قريبه في حياته.